ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. اهتز حي عين سمن بمدينة فاس يومه الاثنين على وقع جريمة قتل بشعة بطلها شاب أقدم على إنهاء حياة شقيقه من خلال توجيه طعنة له بواسطة سلاح أبيض بسبب وقوع خلاف بينهما. وأوضح مصدر مطلع لماروك أخبار يومية في كشفه عن التفاصيل الكاملة عن النازلة أن الضحية منع شقيقه من الدخول في معركة مع مجموعة من الأشخاص قبل أن تتطور الأمور إلى وقوع خلاف بينهما، انتهى بتوجيه المتورط في هذا الفعل الإجرامي طعنة مميتة للضحية الذي سقط جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء. وأكد المصدر ذاته أن المعني بالأمر والذي يملك عربة مجرورة قام بتسليم نفسه إلى المصالح الأمنية بعد ساعات من فراره، في حين تم وضع جثة شقيقه الضحية بمستودع الأموات الغساني. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.